مطار مسقط الدولي يفوز بجائزة ثاني أفضل موظف مطارات على مستوى الشرق الأوسط ضمن جوائز سكاي تراكس والتي أعلن عنها في حفل جوائز المطارات العالمية بباريس. بدعم من السلطنة، جمعية الفلاح الخيرية الفلسطينية تنظم يوماً طبياً تم فيه توزيع الأدوية المجانية على مواطني غزة سعياً في تقديم الخدمات الإغاثية الصحية لأبناء الشعب الفلسطيني. وزارة الداخلية المغربية تعلن اليوم عن تفكيك خلية موزعة على 9 مدن وبحوزتها أسلحة كانت تستعد لتنفيذ مخطط إرهابي خطير يستهدف استقرار المملكة. بيترو بوروشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا يكشف أن 30% من المجندين الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية في العام الفائت فروا من الجيش. منتخبنا الوطني يتوج بالميدالية الذهبية بالبطولة الخليجية الثانية لناشئ الجولف تحت 15 سنة ضمن مسابقة الجروس التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة بدبي.